افتتح مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث ودولة الإمارات العربية المتحدة نزل السلام في مدينة المحرق، أحد مشاريع استعادة المباني التراثية الذي تدعمه دولة الإمارات ضمن مشروع ثقافي مشترك يهدف إلى إعادة إحياء بيت فتح الله التراثي، بالإضافة لتشييد الركن الأخضر بعد ترميم البيت وخضوعه لأعمال إعادة تصميم داخلي. في إطار الاتفاقية الموقعة لتوثيق علاقات التعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك للبلدين وللبوح بحكايات الماضي، عادت الحياة إلى بيت فتح الله التراثي نزل السلام ليستعيد بذلك من خلال هذه المدينة التاريخية المحرق مجده ويبعث بقلوب الزوار الأمل ويقدم لهم تجربة استثنائية تهتم بتفاصيل الحياة البحرينية وتوقظ في قلوبهم الحنين إلى الماضي. المدينة التي أدرج مشروع طريق اللؤلؤ في قائمة تراث الإنسان العالمي والتي حازت مشاريعها سواء طريق اللؤلؤ أو مركز الشيخ إبراهيم على جائزة الأغا خان في هذا العام، يفتتح مركز أو منزل من المنازل العريقة في هذه المدينة التي يميزها طابعها المعماري. هذا البيت سوف يوظف كنزل لزوار طريق اللؤلؤ بدعم كريم من دولة الإمارات العربية الشقيقة في عام المرحوم القائد الكبير الشيخ زايد ليحمل اسمه، ولتكون هذه المبادرة نموذجا للتعاون بين الإمارات الشقيقة، دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين، والمركز الأهلي الذي دائما يوظف المعمار القديم والبيوت القديمة لحفظ ذاكرة المكان وترتيب أنشطة ثقافية تعود بالحياة إلى المدينة التي من حقها أن نحتفي بها وأن نحافظ على عمرانها وأن نكرسها موقعا جميلا لسياحة ثقافية. في هذا البيت التراثي نزل السلام الذي عكس أصالة الطراز المعماري الفريد لمملكة البحرين سيتيح لزواره فرصة الاطلاع على العديد من العناصر الأساسية التي تميز تصميم البيوت البحرينية التقليدية الممزوجة بلمسات عصرية، والتي تزينت غرفه بأقوال مأثورة من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. هذا المشروع المهم الذي يبرز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية مع مملكة البحرين، هذه الشراكة تمت في العام الماضي بتوقيع اتفاقية مع مركز الشيخ إبراهيم، واليوم احنا نحصد هذه الثمار بأيضا بمراعاة وأيضا بقيادة الشيخ خمي في إتمام هذا المشروع وفريق العمل. هذا المشروع سمي بنزل السلام ويرمز إلى كلمة نؤمن بها كإماراتيين وكبحرينيين: السلام، الاحترام وكل مبادئ المغفور للشيخ زايد. وجاءت فكرة النزل من سرد لحكاية جلجامش، تلك الأسطورة التي تمت إعادة صياغتها بشكل معاصر، كما أن فناء نزل السلام هو حديقة مثمرة رمزا إلى العطاء المستمر للمغفور له الشيخ زايد آل نهيان طيب الله ثراه. وقد وضعت هذه العلامة في مدينة المحرق ليكتشف الزائر جمال العمارة البحرينية نظرا لما تحتضنه وتتمتع به المدينة التاريخية التي ساهمت منذ القدم في تأسيس المكانة الثقافية والتاريخية لمملكة البحرين على مستوى منطقة الخليج العربي. هذا البيت التراثي استعاد مجده وأعاد الحياة لمنازل طالما كانت وتركت بصمتها في مجالات تجارة اللؤلؤ والموسيقى والصحافة، كما استطاع أن تقدم تفاصيل حياتنا البحرينية. طلعنا في مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.